الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الثالثة من قناة الفلوجة، والبداية بالعناوين. دكة عشائرية بسلاح وعجلة الدولة، المرشح أحمد مظهر يروع أهالي كركوك بالرصاص الحي، ودعوات لشموله بالمادة 4 إرهاب. قبل أيام من استحقاق تشرين، مفوضية الانتخابات تؤشر ارتفاعا بخروق المرشحين وتؤكد مواصلة إلغاء التصديق على المخالفين. المال مقابل المال، العراق يتحرك لعقد اتفاقيات دولية لاسترداد أمواله المنهوبة وسط ترحيب دولي بتفعيلها. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، والبداية من كركوك، حيث نفذ النائب عن ديالى والمرشح للانتخابات أحمد مظهر وحماياته دكة عشائرية على منزل في كركوك، وقد أطلقوا الرصاص الحي من أسلحة متوسطة وخفيفة. وتقدم النائب أحمد مظهر وحمايته برفقة مسلحين بعجلات وأسلحة الدولة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه منزل في حي واحد حزيران، وجابوا شوارع الحي وهم يطلقون الرصاص في الهواء لترويع الأهالي في تحدي واضح للقانون والدستور والأجهزة الأمنية التي لم تستطع التدخل لمنع هذا الهجوم. هذا واستنكرت قبيلة العبيد اعتداء النائب أحمد مظهر على المنزل يعود لأحد أبناء قبيلة العبيد وضيوفه، فيما طلبوا القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحمد مظهر لارتكابه جريمة الدكة العشائرية التي شرعت في البرلمان على أنها جريمة إرهابية يتم التعامل معها وفق المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات. ودعت قبيلة العبيد السلطات كافة إلى التعامل مع هذه الجريمة وفق القانون وتجريد أحمد مظهر من سلاح وعجلات الدولة وعدم منح الشرعية للمسؤولين باستخدام موارد الدولة في ترهيب المواطنين والاعتداء عليهم وزعزعة الأمن المجتمعي. العبيد في كركوك واحد حزيران بتاريخ 28/9/2021، وذلك بسبب الاعتداء الذي قام به النائب أحمد مظهر الجيبوري وحمايته بإطلاق العيارات النارية وبغزار على دار السيد ظاهر مزعل العبيدي وعلى ممتلكاته وسيارات الضيوف الذين كانوا في الدار. تفاجأوا بمجيء النائب أعلاه وحمايته عنوا من ديالى إلى كركوك وتنفيذه الدقة العشائرية التي شرعت وأدينت من قبل البرلمان العراقي واعتبارها 4 إرهاب. تناسى أنه موقع على هذا القانون. مطالبة السيد رئيس الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب وحمايته. ثانيا، الذهاب إلى القانون العراقي الذي ينصف من يقع عليه الظلم. انتخابيا، أعلنت مفوضية الانتخابات ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين ولغاية الآن إلى أكثر من 160 مخالفة، فيما أكدت إلغاء التصديق على عدد من المرشحين لمخالفتهم شروط الحملات الانتخابية، إضافة إلى عدد آخر خالف وثيقة السلوك الانتخابية التي وقعوا عليها. المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلي كشفت أيضا عن حرمان المصابين بفيروس كورونا من المشاركة في الاستحقاق المقبل والمقرر في 10 من تشرين الأول المقبل، فيما أعلنت فتح نحو 3000 محطة انتخابية للتصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوم 8 من تشرين الأول. ومع بدء العد العكسي للموعد النهائي للانتخابات، تباينت آراء الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض للمشاركة في الاقتراع، في وقت دعوا فيه إلى ضرورة إبعاد الانتخابات عن التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين. مهمة، وخصوصا بعد أن أكدت الحكومة والمفوضية والأمم المتحدة ومجلس النواب
ورؤساء الكتل الذين هم الآن يريدون الانتخابات. نعم انتخابات صعبة، من الممكن أن تحدث بعض القضايا فيها، ولكن علينا أن نشارك بالانتخابات، علينا أن نشارك بالانتخابات لغرض التغيير. أما أن نجلس في البيوت ونقول غيروا لا يحدث تغيير. نحن نحث على مشاركة الانتخابات، لأن اليوم إذا أردنا أن نتحول من هذه الطبقة إلى طبقة سياسية تقود العراق وتقود المؤسسات، لابد أن يكون عن طريق الانتخابات وعن طريق الوسائل الديمقراطية، وندعو ونتمنى أن تجري هذه الانتخابات في أجواء حرة، في أجواء أمنية مستقرة، في أجواء بعيدة عن المضاربة السياسية، بعيدة عن التسقيط السياسي، بعيدة عن كل هذه الأمور. أنا ألتمس اليوم من هذا الشارع بصراحة أقول لك إياها، هناك عصيان مدني وبدت يعني الدعوات من 1/10 لغاية 10/10، وإلغاء هذه العملية البرايمرية الأمريكية التي جاءت بها وهي مستضحل، وأعتبرها يعني أضحوكة وعار والله بالنسبة لهذه العملية البرلمانية التي جاءت لا تتناسب مع مجتمع العراقي ولا تتناسب مع واقعنا. ولهذا أنه الشعب العراقي يريد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي ليعيد العراق إلى وضعه السابق. وقبيل 10 أيام فقط على واحدة من أهم الانتخابات في العراق بعد 2003، نود تسجيل الإشارة إلى أنه تم تسجيل ما قدر ب 160 مخالفة انتخابية منذ انطلاق حملات الدعاية الانتخابية، وتم إلغاء التصديق على مرشحين خالفوا وثيقة السلوك الانتخابي حرمان المصابين بفيروس كورونا من المشاركة في الاستحقاق القادم في 10 تشرين. وأيضا تم فتح 2900 محطة انتخابية للاقتراع الخاص يوم 8 تشرين، 2584 محطة لمليون ناخب من منتسبي الأجهزة الأمنية، وتم تخصيص 309 محطات للنازحين و7 محطات للنزلاء في السجون العراقية. انتخابيا أيضا انتقد عدد من مرشحي تحالف عزم في محافظة نينوى قيام مرشحي بعض الكتل السياسية باستغلال المال العام في حملاتهم الانتخابية والترويج باستخدام مشاريع خدمية من أموال الدولة، فيما طلبوا المفوضية بضرورة مراقبة كل مرشح وإبعاد من يثبت استخدامه المال العام في الدعاية الانتخابية. يعني نلاحظ هناك استغلال موارد الدولة من قبل بعض الأحزاب، وهذه الأحزاب هي الأحزاب المسيطرة على الدولة أو الأحزاب التي تنتمي لها الحكومات المحلية، وبذلك تكون هناك سيطرة من قبل هذه الأحزاب واستغلال موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية. يعني نلاحظ مثلا إنشاء بعض المشاريع في مناطق تابعة هذه المناطق لشخص معين أو مرشح ضمن هذه المنطقة، هناك بعض المشاريع التي تنجز بشكل كبير. يعني نضرب لك مثل، في يوم من الأيام أنا شخصيا شاهدت تبلية شارع ساعة 2 بالليل، لأن أكو أحد المتنفذين في المحافظة فتح مكتب وبلط طول الشارع. تحالف عزم في هذه الأثناء ومطالبات من التحالف المفوضية العليا بالتدخل من أجل ورئاسة الوزراء من أجل إيقاف هذه استغلال من قبل بعض المرشحين لمناصبهم واستغلال موارد الدولة في حملاتهم والدعاية الانتخابية، وهذا الأمر يعتبر مخالف لقوانين المفوضية. وحسب ما اطلعنا أنه يوم أمس تم إلغاء المصادقة على مرشح من المرشحين بدون ذكر أسماء لكونه مستغل موارد الدولة، ولكن نريد أن يكون عين المفوضية على الجميع وليس على مرشحين بعينهم. هناك مرشحين استغلال واضح لمناصبهم ولجميع المشاريع المنفذة خاصة في محافظة نينوى. طالب أهالي الأنبار مفوضية الانتخابات بتوسيع وتشديد الرقابة على المرشحين الذين يستغلون المال العام ويجيرون المشاريع الخدمية لصالحهم بهدف التأثير على الناخب وتضليله. تصاعدت حدة التوترات في ظل اشتداد الموسم الانتخابي وضراوة التنافس الحاصل بين المرشحين، إذ دفعت الأنباريين إلى مطالبة مفوضية الانتخابات باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإنجاح الانتخابات المقبلة وتأمين الأجواء المناسبة للناخبين أمنيا ولوجستيا كي يدلوا بأصواتهم بحرية تامة بعيدا عن كل الضغوط
وحذرت المرشحين من استغلال المال العام وتسخير موارد الدولة في دعاياتهم الانتخابية. أريد من المفوضية أنه تمارس دورها الرقابي بشكل أوسع من اللي السنوات اللي مرينا بها بالموسم الماضي. ما ممكن أنت تجي تجبر شخص على انتخاب شخص معين، كل اسمها حرية وديمقراطية، تترك المجال للشخص لكن تمثل المفوضية تمثل دورها الرقابي بشكل مضبوط. بدنا أنه الانتخابات تنجح، لأن احنا ما ممكن تجيب نتيجة وتجيب حكومة عادلة إذا ما الانتخابات هي اللي تثمر ثمرتها وتولد لك الشخص المناسب في المكان المناسب. الحملات والوعود الانتخابية التي تستغل المال العام ودوائر الدولة ومؤسساتها لم تعد تنطلي على الأنباريين الذين طالبوا مفوضية الانتخابات بمحاسبة تلك الجهات على الأساليب المضللة التي تلجأ إليها بالترويج لنفسها وزيادة الرقعة الرقابية على المرشحين لردع هذه الأعمال. احنا بالنسبة لنا كمواطنين أنباريين سمعنا انه اكو رقابة دولية، نطالب بالمفوضية انه تصير يعني تكثف المراقبة على المرشحين حتى لا نرجع نفس الاول، يعني ما نرجع تصير شغلة غش بيها وشغلة اصوات زايدة وناقصة، يعني نطالب من عندهم انه يكثفون الرقابة على هذا الموضوع. يقول الأنباريون أن على الجهات المعنية مواجهة هذا الفساد من خلال تفعيل الدور الرقابي وتوسيع عمله، إذ عليها أن تستنفر خلال الأيام المقبلة للحد من محاولات التأثير على الناخبين عبر استغلال المال العام. لقناة الفلوجة، إدريس يحيى. أعلنت الدكتورة سندس العزاوي المرشحة عن الدائرة 12 في بغداد تنازلها عن ترشحها في الانتخابات المقبلة دعما ومساندة لمرشح تحالف عزم الدكتور عثمان الجحيشي. وأكدت العزاوي أنها ستقف مع جماهيرها لدعم الجحيشي كونه أحد رجالات الدولة الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة. بدوره شكر الجحيشي موقف المرشحة العزاوي لما يحمله من دعم وإيثار منقطعي النظير. مرشحة الدكتورة عن سندس سمير جمال العزاوي عن الدائرة الانتخابية 12 في بغداد، مرشحة لمجلس النواب العراقي في شهر لسنة لعام 2021 في 10 من تشرين الأول، أعلن في هذا اليوم الخميس الموافق 23 من أيلول لعام 2021 دعمي الكامل أمامي وأمام جمهوري وأمام ناخبيني جميعا، دعمي الكامل للمرشح الدكتور عثمان الجحيشي، وإن شاء الله يكون قدر الإمكان ولما فيه من الصفات الحسنة، وهو صفات رجال يمثل صفات رجال الدولة. وكي لا تتشتت الأصوات نعلن نحن جميعنا الدعم الكامل للدكتور عثمان الجحيشي. نشكر الدكتورة سندس العزاوي على هذه الدعوة وعلى هذه الثقة العالية اللي منحتها إن شاء الله، وعلى هذا الإيثار. الله يسلمك. بارك الله بيك، وان شاء الله يا رب عثمان الجحيشي يكون عند حسن ظنك وظن جمهورك جميعا ان شاء الله. وانا حاضر، قلوبنا مفتحه قبل ابوابنا، وشكرا جزيلا. وفي تصريح لقناة الفلوجة أكدت الدكتورة سندس العزاوي أن مرشح تحالف عزم الدكتور عثمان الجحيشي خير من يمثل مناطق الدائرة 12 في بغداد تحت قبة البرلمان، فيما ثمن الجحيشي بدورها الموقف الوطني للدكتورة العزاوي في دعمها ومساندتها له في مشواره الانتخابي. الكثير من المرشحين لدائرة 12 من الرجال والنساء، لكن حقيقة هنالك صفات يتصف بها صفات رجال الدولة ومن حيث السمعة الحسنة والكثير من الصفات. حقيقة كانت هناك مقابلات مع الكثير من المرشحين لدائرة 12، لكن يختلفون من شخص لآخر. حقيقة كان لنا الدعم الكبير للمرشح اللي هو الدكتور عثمان الجحيشي إن شاء الله، وإن شاء الله لأنه يتصف بالصفات الحسنة وصفات رجال الدولة، وهنالك الكثير من المرشحين يمتلكون نفس هذه الصفات، لكن نراه انه هو الاقرب لنا. اليوم احنا نشكر الدكتورة سندس العزاوي المرشحة على دائرة 12. اليوم انسحبت ترشحها ودعمت وجهت جمهورها في دائرة 12 لدعم الدكتور عثمان الجحيشي. اولا طبعا نشكرها على يعني هذه الثقة العالية وعلى هذا الايثار، وان شاء الله نكون عند حسن الظن لها ولجمهورها، وابوابنا وقلوبنا مفتحة لهم. وهي بالتأكيد راح تزيد المسؤولية مضاعفة تكون، والأمانة تكون أيضا كبيرة جدا، وإن شاء الله نكون أهلا لهذه الأمانة.
وفي نينا وأيضا أعلنت مرشحة تحالف عزم أسماء فتاح التنازل عن ترشيحها دعما ومساندة لمرشحة تحالف عزم في الدائرة السابعة سمية غانم، داعية جماهيرها إلى الوقوف بقوة إلى جانب المرشحة سمية غانم في الانتخابات المقبلة. بدورها ثمنت غانم موقف المرشحة أسماء فتاح مؤكدة أن مرشحي تحالف عزم يعملون يدا واحدة لتحقيق أهداف التحالف والنهوض بواقع المدن المحررة. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من إيماننا العميق ببناء عراق ديمقراطي، رشحنا إلى انتخابات المبكرة ضمن تحالف عزم وعلى الدائرة السابعة في محافظة نينوى بتسلسل 77، واليوم أعلن بشكل قاطع دعما لمسيرة تحالف عزم ولعدم تشتيت الجهود. أعلن انسحابي من الانتخابات وأدعو جمهوري وكل من يعمل معنا في حملتنا الانتخابية وبكل صدق وأمانة دعم مرشحة التحالف الناشطة المدنية سمية غانم الخابوري بتسلسل 80 تثمينا لمواقفها الإنسانية أيام الشدة والنزوح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الشكر والتقدير للناشطة الشابة المبدعة أسماء الفتاح، والتي آثرت الانسحاب في هذه الفترة مع قرب الانتخابات حتى يعني لا تتشتت أصواتنا، ولكي نكون يد واحدة في دعم جماهيرنا ودعم أهدافنا الكبرى التي سوف نخدم بها مدننا ومحافظاتنا في ظل تحالف عزم. فكل الشكر والتقدير والامتنان لك ست أسماء على هذه المبادرة، وإن شاء الله يعني نحن نكون على قدر المسؤولية ونخدم جماهيرنا سوية، سواء كنا في البرلمان أو سواء يعني من كان في خارج البرلمان. انتخابيا دائما هذه المرة في إقليم كردستان، ما زالت التحالفات السياسية الكردية مغمورة الملامح، إلا أنها في نظر محللين ومراقبين ستكون بيضة القبان بعد الانتخابات المقبلة. تنافس محموم تخوضه الأحزاب الكردية فيما بينها لكسب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات القادمة، فما بين الديمقراط الكردستاني الذي سيخوض الانتخابات منفردا والاتحاد الكردستاني وحركة التغيير مشتركين، ستخوض الأحزاب الأخرى متمثلة بالاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وجماعة العدل الكردستانية، لتنطلق المراهنات على من سيحصد أعلى الأصوات في الانتخابات. التحالفات في إقليم كردستان هي تقريبا واضحة، يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني هو يعني الحزب الأكبر في إقليم كردستان، ولحد الآن لم يدخل في أي تحالف، يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولكن يعني أعلنوا الاتحاد الوطني الكردستاني، الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في تحالف انتخابي لدخول الانتخابات بقائمة موحدة. شكل خريطة التحالفات السياسية لم تظهر ملامحها رغم التحركات السابقة لزعامات سياسية صوب أربيل دون الإعلان عن شكل أي تحالف إلى الآن، ولكن وعلى الرغم من ذلك يبقى الكرد من وجهة نظر مراقبين بيضة القبان في ميزان التحالفات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات. الأحزاب الكردستانية العلاقة فيما بينها في أحسن الأحوال حالياً، نرى بأن الانطلاقة الأولى يجب أن تكون نحو بغداد، نحو ترتيب البيت الكردي، نحن بصدد ذلك. الأحزاب الكردستانية متفائلة في الوصول إلى ورقة وطنية كردستانية نستطيع من خلالها أن نكون مشاركين فاعلين في بغداد. الأحزاب الكردستانية الستة الرئيسية التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية يراها مراقبون إذا ما شكلت تحالفا سياسيا موحدا ومشتركا فيما بينها، إضافة إلى تحالفات رصينة ومتماسكة لا تشكو من الانقسامات والانشقاقات مع بغداد، ستشكل ثقلا كرديا في العملية السياسية القادمة. الأحزاب السياسية سواء العربية منها أو الكردية، الشيعية منها أو السنية، اليوم تعمل وبجد وبسعي دؤوب لكي تستطيع أن تخرج بنتائج إيجابية تحفظ لها إمكانياتها في الانتخابات القادمة. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة.
في شأن آخر، فبمبادرة من مرشحي تحالف عزم فارس طه الفارس وبحضور رئيس الهيئة السياسية للتحالف الدكتور خالد العبيدي، أطلقت مبادرة الألف قائد من الشباب في الأنبار، إذ أكد الفارس أن الهدف من المبادرة تأهيل نموذج شباب عراقي يؤمن بالقيم المجتمعية التي تصب في الحفاظ على الهوية العراقية، وترتكز المبادرة على تنمية مهارات الشباب ودعم القطاع الخاص عن طريق إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تصب في الصالح العام، إضافة إلى المشاركة في إعداد جيل شبابي يكون له دور سياسي بارز في المستقبل وفي تقرير قيم السلم المجتمعي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة المجتمعية. عليكم أن تتحركوا، يجب أن تثقفوا، يجب أن تنوروا الآخرين بأن هذه الأيام مصيرية. الحراك الدولي والعالمي الذي ترونه أمامكم يحتم علينا أن نرى ونجد قيادات حازمة لديها الغيرة وللحفاظ على مستقبلكم. يوم من الأيام هجرنا ونزحنا، تذكروا أيام النزوح ومذلتها، تذكروا أيام التهجير وقسوتها، تذكروا الظلم الذي حل بنا، تذكروا كيف وصل بنا الأمر حينما تبر الأخ عن أخيه والعشرة عن كثير من تفاصيل حياتها. نتبنى نحن في مشروع عزم وبقيادة الأخ الشيخ خميس الخنجر وبمبادرة من الشيخ الأخ فارس الفارس مشروع الألف قائد من الشباب. هؤلاء الشباب انطلاقا من مبدأ وقناعتنا بأن شباب اليوم هو قادة المستقبل، سيكون مشروعنا الألف قائد من شبابنا في المستقبل. نحن مؤمنين بأن المستقبل الشباب، ويجب أن يتصدى الشباب للمسؤولية لأنهم قادة المستقبل. في وقت تسعى فيه أحزاب سياسية للاستحواذ على المناصب والمكاسب، يمنح تحالف عزم برئاسة الشيخ خميس الخنجر أولوياته لاسترداد حقوق أبناء المدن المحررة وحماية مصالحهم، وهو ما كان سببا في التفاف أبناء الأنبار حول قيادات ومرشحي التحالف. في خطوة نحو التغيير الذي يطمح إليه أبناء المحافظات المحررة، الآلاف من الجماهير في مدينة الفلوجة حضرت المؤتمر العام لتحالف عزم وقياداته، مؤكدين دعمهم التام لشخصيات كفوءة قادرة على استرداد حقوق مدن الأنبار. نحن أبناء عشائر مدينة الفلوجة جئنا داعمين إلى تحالف عزم بكل قوة، وجئنا من كل النواحي الموجودة في هذه المدينة، نرجو منهم أن يعيدوا حقوقنا المسلوبة التي كنا قد فقدناها في الأيام السابقة، وإن شاء الله نرجو منهم كل خير. مشروعنا باختصار هو تبني حقوقكم والدفاع عنها. ضعوا حقوقكم بيد الأيدي الأمينة لتدافع عنها، وعند ذلك حاسبوهم إن رأيتم منهم تقصيراً. في وقت تتصارع فيه الأحزاب السياسية على المناصب والمكاسب، إلا أن تحالف عزم يعتبر مشروع كرامة وفق ما تحدث به الشيخ الخنجر، كما أكد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات لإبعاد المتنفذين عن التفرد بالقرار في محافظة الأنبار. لم نطالب بالمناصب ولم نطالب بالأموال ولم نطالب بالعقود ولا الغنائم، ولكن طالبنا بالحقوق. نحن مشروع الحقوق، نحن مشروع إرجاع الكرامة وكرامتكم محفوظة. أنا أخوكم وخادمكم، اليوم أطلب منكم لأجلكم أن تخرجوا يوم الانتخابات يوم 10/10 وبكثافة وبقوة لمنع الفاسدين والمزورين من أن يحققوا أهدافهم الدنيئة. الرغبة بإنهاء الاستئثار بالسلطة في مدن الأنبار دفع هذه الحشود الكبيرة إلى أن تملأ الشوارع ملبية لكلمة زعيم تحالف عزم، مؤكدين أن وعي الأنباريين قادر على التغيير الذي يطمح إليه العراقيون في المرحلة المقبلة. من أمام هذه الحشود الكبيرة في محافظة الأنبار،
أحمد ناجي، قناة الفلوجة. دبلوماسيا، تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت شكره وتقديره لحفاوة استقباله خلال زيارته الأخيرة لعدد من المدن العراقية، وأيضا تثمينه الجهود التي يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي، وأيضا مساعيه الحثيثة لإرساء السلام في المنطقة وتخفيف توتراتها. كما أكد فيها أن فرنسا ستبقى شريكا أساسيا للعراق من خلال التعاون المشترك اقتصاديا وسياسيا. ونقل الرئيس صالح خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفاليه في قصر السلام ببغداد تحياته إلى رئيس ماكرون، مؤكدا تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها نحو مزيد من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، فضلا عن العمل على إرساء السلام في المنطقة. اقتصاديا، أعلن مدير الدائرة القانونية في هيئة نزاهة فرات نعمة كريم صياغة عدد من مذكرات التفاهم المبرمة مع هيئة التفتيش ومكافحة الفساد والحقوق المدنية في عدد من الدول، فضلا عن مذكرات مشابهة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وبشأن ما يتعلق بموضوع استرداد الأموال والمدانين عن قضايا الفساد من مذكرات التفاهم والاتفاقات، أوضح كريم أن ذلك من تخصص دائرة الاسترداد في الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق المرتبط بمجلس الوزراء. في غضون ذلك، أكدت وزارة العدل وجود توجه حكومي لعقد اتفاقية مع الأردن ومصر وسويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة على أن تعقد وفق مبدأ التعامل بالمثل، وتتضمن إعادة أموال وقطع أرض أراض استولى عليها النظام السابق مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه المدن. وذكرت الوزارة أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الأولى في طريق استعادتها، وما تمخض عنه هو التوجه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول التي لديها أموال داخل العراق مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية، مشيرة إلى وجود رغبة لدى الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات. هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية موافقتها على 6 فقرات مطعون فيها لصالح الحكومة، أبرزها الموافقة على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية، بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور، فضلا عن الموافقة على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية. وأضافت المحكمة أنها وافقت أيضا على طعن الحكومة برفضها إضافة ضرائب بنسبة 15% على الوقود، فضلا عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية، وقبول طعن الحكومة بشأن رفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة، فيما ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب. ختاما، أعلن مجلس عشائر سمراء رفضه التام لما سمي بمؤتمر التطبيع الذي عقد قبل نحو يومين في أربيل وكل ما جاء على لسان المجتمعين فيه، مشيرا إلى أن المجتمعين في المؤتمر لا يمثلون حقيقة المناطق التي ينتمون إليها، في وقت طالب فيه الحكومة الاتحادية بضرورة مقاضاة المشتركين في المؤتمر. اليوم نجتمع هنا باسم مجلس عشائر سامراء لنعلنها ومن منطلق إسلامي ومن ثم عشائري، رفضنا التام وإدانتنا لكل جميع ما جاء على لسان المجتمعين في المؤتمر المذكور، وبما يخص التطبيع مع الكيان الصهيوني وما يرمي إليه بما بين ذلك بين السطور، لا سيما والمنطقة لا تتحمل المزيد من الإرباك وخصوصا العراق في المرحلة الحالية التي يمر بها، وإننا على ثقة بأنهم لا يمثلون
نبض وحقيقة سكان مناطقهم التي يدعون تمثيلها، ونطالب الحكومة الاتحادية بمقاضاتهم قانونيا. سنبقى على العهد، نحمل في جنباتنا سيرة الأولين في حب هذه البقعة المقدسة من العالم. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية النشرة، ونذكر بأبرز العناوين. دكة عشائرية بسلاح وعجلة الدولة، المرشح أحمد مظهر يروع أهالي كركوك بالرصاص الحي، ودعوات لشموله بالمادة 4 إرهاب. قبل أيام من استحقاق تشرين، مفوضية الانتخابات تؤشر ارتفاعا بخروق المرشحين وتؤكد مواصلة إلغاء التصديق على المخالفين. المال مقابل المال، العراق يتحرك لعقد اتفاقيات دولية لاسترداد أمواله المنهوبة وسط ترحيب دولي بتفعيلها. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.